كان في اتصال قبل الهواء مباشره مع السيد وزير الشباب رياضه الكره اشرف صبحي، ونفى تماما التدخل او دعم نادي الزمالك باي اموال، وقال ان الزمالك ليه مجلس منتخب كباقي الانديه يدير النادي كيفما يشاء، وقال انه الموضوع ده تكرر والناس بتكتب على انه الوزاره بتدعم الزمالك وبتاع، انه اي حد عايز حاجه من الوزاره فبالتالي السبيل امامه انه يسخن الجمهور، فتسخين الجمهور من خلال انه يكتب ان الوزاره دعمت الزمالك بفلوس او غيره. والحاجه الثانيه اكد عليها انه مجلس الزمالك كله بيطلع في الاعلام ولا واحد فيهم قال تصريح ان الوزاره دعمت النادي ولا شكر الوزير يعني ولا شكروه يعني، حتى كان لسه نائب رئيس النادي امبارح بيقول على دعم ممدوح عباس ورجال الاعمال والى اخره، ولا واحد جاب سيره للدكتور اشرف. لان خلي بالك انت فتحت حاجه وانفراد، لان زعلانين ان الوزير كذا مره يطلبوا منه فلوس وما يدوش. بالظبط. لم يشكر الوزير في اي مقابله من مجلس اداره نادي الزمالك. صحيح. كما طلبت ببيان من الوزاره، انا من خلال دلوقتي بطالب ببيان من اداره النادي الاهلي، لانه تكرر كثيرا الفتره الماضيه عن موضوع الوكلاء والفلوس والقصه، ولسه يعني حالا احمد قندوسي المعارض لسيراميكا كليوباترا اعلن على الهواء انه اي حد اي لاعب بيخش النادي الاهلي لازم يخش عن طريق وكيل معين وياخد نسبه، وده اللي عطل الصفقه بتاعت بن عيد بالعيد الجزائري، فبالتالي انه النادي الاهلي ان الموضوع تكرر كثيرا، لازم بيان حاسم ورد حاسم، هل ده بيحصل ولا لا؟ لانه العالم كله بدا بيتكلم في القصه مش اول مره، ولما يطلع لاعب بحجم احمد قندوسي يعلن ده على الهواء، فبالتالي انت كنادي اهلي تطلع ترد، مش امير توفيق بقى كل شويه نازل ستوري على صفحته. خلي بالك الاهلي اللي يرد هو فعلا، ما في وكيل واحد هو اللي ما بيمسك كل حاجه. الاهلي يرد بقى، الاهلي يرد. لا اصل انت كده بتتكلم في انه النادي انه في عمولات وفي وكيل لازم ياخد النسبه، ده اللي قاله يعني. انت مش ملاحظ ان كل مجلس بيجي بوكيله؟ لا بص، يعني كان هو محمد في وكيل محمد مهدي بيتكلم لجزئيه ثانيه، ما هو نفس يا حضرتك لا ترد ايجابا او سلبا، لان صوتك يعني الحقيقه. بالزبط. ايوه هو مش بالزبط. في وكيل خصوصا ان الموضوع تكرر يعني، وفي وكيل واحد اللي بيجيب للزمالك يعني. اما بقى بس خلي بالك ده في تلميحات دي حاجه، دي اللي محتاجها يا استاذ حسن. يا استاذ حسن دي اجتهادات صحفيه او سوشيال ميديا، لما يطلع لاعب زي القندوسي وقابله وكيل بالعيد وقابله حاجات، انت بتتكلم في توثيق، فوجب ان يكون هناك بيان. بالظبط. عشان كده كان مهم جدا نثني على قرار الخطيب ان هو جاب الكابتن محمد رمضان واداله مدير رياضي يشرف على هذه البعكوكه كلها. انا مسميها كانت بعكوكه. طب ولو ما صدرش بياني يبقى الكلام يبقى كلام حقيقي. أيوة. لانه اللعيبه اللي بتقول نفسها في الزمن ده لا تنفي لا تاكد. بالظبط بالظبط. ما اتكلمتش يبقى كلام، لانه القندوسي وهو لاعب كان بيلعب في الاهلي وعيون سيراميكا هو بيقول حصل معاك الكلام ده، فانت الطبيعي انت لازم تطلع كنادي اهلي تكذبه او انك انت توثق موقفك او خلاص ان ده بيحصل. وقبل كده كان في برضه كلام من بعض اللعيبه. طب ما هو معنى كده ان في حاجات غلط؟ لا كان في كلام من الوكلاء، تصريحات من الوكلاء، لكن لما تطلع تصريح من اللاعب ده حاجه ثانيه. ليه؟ تصريحات القندوسي مع زميلنا ابراهيم فايق قلب مصر، ولكن بما اننا مع ابراهيم عبد الجواد الاثنين اخواتنا يعني، احنا قلنا الكلام ده وبعض الناس قلت برضه راهن على الوقت من ايام بالعيد، قلنا هنا وكنا اول ناس قال لك يا جماعه بلاش نهد، في اتكلم في الاهلي يقول لك تهد الاهلي، اتكلم في الزمالك يقول لك تهد الزمالك. يا جماعه دي معلومات، شوف ربنا بينصرك بعد قد ايه. اهو دلوقتي مع ابراهيم عبد الجواد في اون بياكد كلام انا قلته لك من شهرين، حين لما كانت خناقه سيراميكا وانفردت لو تفتكر، كنت البرنامج الوحيد اللي جبت اول واحد وكيله، وقال مرينا بمضايقات ولكن لن اتحدث في التفاصيل. يبدو انه فاض بيه الكيل وتحدث بشكل قلب بيه الدنيا كلها في هذا التصريح. عشان تدخل الاهلي او تستمر محتاج انك انت تمر على مجموعه من الوكلاء والمصالح وكلام لازم الاهلي يرد عليه. ايضا نحن جميعا على شرف صديقنا العزيز، والنهارده بنفجر هذه القضيه من خلال 26 نادي في دوري الدرجه الرابعه، بيتكلموا النهارده عن اعاده صياغه لدوري الدرجه الثالثه. صعدوا للدرجة الثالثة بناء على سيستم تم فتحه من الاتحاد المصري لكرة القدم، وبدأوا يشتغلوا على انهم درجة ثالثة ليفاجئوا بغلق السيستم بعد ان قاموا بشراء لاعبين وجهزوا لموسم جديد 24-25 وهم على ذمة الدرجة الثالثة، ليتغير الوضع وتنزل 12 مجموعة مفاكس 26 نادي. اجتمعوا النهاردة واتخذوا مجموعة من التوصيات، وكمان وزير الشباب
الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي استمع لصوتهم وقرر أن يلتقي ممثلا عنهم لكي يستمع إلى مشكلتهم عشان نلاقي لها حل. كمان الأستاذ جمال علام اتصل بي هاتفيا قبل الهوى وأكد أن أبوابه مفتوحة لسماع التوصيات والعمل بجدية بعيدا عما يقال أو أي مزايدة، لأن صالح الكرة المصرية لا ينفع في عناد ولا ينفع ناس تحارب حد. إذا كانت التوصيات فيها صالح هذه الأندية وصالح المنتج بتاع دوري الدرجة الثالثة لن يعارض الاتحاد في تنفيذها. وإحنا من هنا بنطلق حملة من أجل حق 36 نادي شعبي في مدن وقرى ونجوع ومحافظات مصر، ومستمرين يا جمال بيه علام ويا معالي الوزير حتى تحل الأزمة، لأن لصالح الكرة المصرية إنهم يتواجدوا ويصعدوا، لأن البديل موسم فاشل ينتهي في شهر مارس، وفي مجموعات أوريكم دلوقتي على الشاشة مش لاقية تكمل الفرق. فلا عناد عندما يكون هناك صواب. معنا ممثلا للأندية معالي المستشار محمد داود رئيس مجلس إدارة أحد الأندية التي دعت لده، وكانت مع الأندية كلها. وأنا شوف القمة في الاحترام، اختياره متحدثا رسميا من المجموعة 26 وممثلا لهم، بيخليك تعرف أن الناس عارفة رايحة فين وبتعمل إيه. جولدن مان جيت نادي من الأندية التي ظلمت مع 26 وتم اختيار رئيسه لكان يكون متحدثا باسم المجموعة 6، المستشار محمد داود منورنا ومشرفنا يا فندم. ربنا خليك. اولا بشكر حضرتك على الاستضافه دي وعلى تناولك الموضوع، وطبعا برحب بضيوفك ومشاهدينك الكرام، وان كان طبعا شكري فيك مجروح، لان طبعا تناول حضرتك للموضوعات اللي من دوريات المظاليم ده مش جديد على حضرتك من ايام النيل الرياضيه طبعا. فانا بشكر حضرتك على الاستضافه، واتمنى باذن الله زي ما حضرتك نقلت عن معالي وزير الشباب والرياضه او السيد جمال علام أن يكون في حل منطقي، حل منطقي للأزمة. شكرا لحضرتك طبعا على الاستضافة. أبدأ مع الأستاذ حسن خلف الله، ويمكن من المرات القلائل يا أستاذ حسن اللي أجد التفاف من رابطة النقاد الرياضيين، وده كان مطلب مننا. كنت دايما أقف هنا أقول وأجد نفسي وحيدا في الحديث عن أندية القاع اللي هي أساس الكرة في مصر، وكنت الوحيد وما زلت اللي بصور درجة رابعة وبصور درجة تالتة، أندية شعبية، أندية شركات، أندية خاصة، أندية عامة، ما دام تحت مظلة الاتحاد وبيشارك في البطولة كنا نتواجد بكاميراتنا وعملنا قيمة لهذا المنتج من خلال هذه الشاشة المحترمة اللي أصبحت شاشة الشعب من خلال هذا المنتج اللي أنا نفسي مدين إنه أعدني تاني للحياة الإعلامية، عشان كده بجد عاطفة كبيرة ناحية الرابطة. يمكن استجابت مع الأستاذ حسن خلف الله رئيس الرابطة أخيرا أن النهاردة يتم دعوتي وبصحبتي الكابتن مجدي عبد الغني أن احنا كقناة الشمس كمان نبقى أبطال، إيمانا من الأندية أن صوت الغلابة هنا وصوت الشعب هنا، وزي ما انتم شايفين لحظه السلام الوطني في بدايه المؤتمر، وكمان النجم الكبير الكابتن كريم حسن شحاته والمنصه الافاضل وكل الاعلام المصري كان موجود. ولكن عايز اقف مع حسن خلف الله مع الرابطه طول الوقت، رابطه النقاد الرياضيين كنا بنقول لها دور انقاذ الرياضه المصريه والتواجد، ان نجد الرابطه باكثر من 20 اسم كبير ورئيس الرابطه والمكتب التنفيذي بهذا العدد الرائع مع الأندية التي تنادي بحقها، شيء حسن لم يكن معهودا قبل ذلك. طبعا بص انا عايز اقول لك حاجه، وطبعا النهارده بعيدا عن المستوى الرسمي او تعاون مؤسسات او كرابطه بشكل رسمي، اي حد هيتعاطف لما يلاقي حاجه فيها يعني ظلم هيكون في تعاطف ومسانده. انا اول ما دعيت بصفه شخصيه حتى للمؤتمر او عرفت المشكله لم اتردد لحظه، وفوجئت الحقيقه بتضامن كبير من الزملاء اللي كانوا موجودين النهارده اللي اسعدني وجود الكثير منهم. ولكن هو التضامن ما بيكون شخصي كمان، انت بتشعر بالناس اكتر ما يكون تضامن على المستوى الرسمي. يعني النهارده يعني دايما احنا يمكن انا ما اتكلمت، شايف ان احنا دايما كصحفيين بنكتب عن الانديه اللي تحت دايما او انديه القاع ان هي دوري المظاليم او انديه المظاليم. فبالفعل النهارده حتى الناس ظلموا في يوم الاحتفال، يعني كانوا عاملين المفروض اليوم احتفاليه للصعود، ففوجئوا ان هم بيقع عليهم ظلم، لا انتوا ما فيش صعود، يعني بعد شهرين
من هم صاعدين لمده شهرين وفتح السيستم وسجلوا لعيبه واللي جاب لعيبه اجانب فوجئ بنفسه ان هو لا ده انت مش صاعد ده انت في الدرجه الرابعه لسه. فللاسف احنا شعورنا او تعاطفنا او تواجدنا وانا شايف اللي حصل النهارده بشكل لم يكن مرتب له يعني كانت دعوات شخصيه اكتر ولكن الزملاء الصحفيين دايما بيكونوا في المواقف يعني اللي بيحسوا ان فيها بالفعل ظلم او تحتاج الى مسانده حد وقع عليه ظلم تمام. بيكون متواجد وده دورنا المجتمعي قبل اي شيء. فالنهارده بالفعل كان يعني مسانده شايفها كانت موجوده لشعور تمام. الناس فعلا ان الانديه دي وقع عليهم ظلم واللي شجع الناس اكتر وجود هذا العدد الكبير من مندوب الانديه يعني كان في اكتر من 22 عندنا رؤساء الانديه نادي نادي جولتن جيت الفيوم نادي كفر الشيخ نادي البطيخ بكفر الشيخ دمياط كفر البطيخ طبعا نادي الكابتن عصام الحضري مركز شباب الحسنيه الشرقيه نادي الصمت الغربيه نادي غزل بورسعيد بورسعيد نادي الشعب بكومومبو اسوان نادي الشبان المسلمين اسيوط نادي سكر نجا حمادي انا مركز شباب شها الدقهليه الاهلي بالمنشاه سوهاج مركز شباب كفر الدوار البحيره مركز شباب الوسطى بني سويف نادي غزل شبين المنوفيه مركز شباب شبرمنت الجيزه مركز شباب امبابه الجيزه مركز شباب الوادي الجديد بالوادي الجديد نادي الزعفران كفر الشيخ نادي الحريه بالعريش شمال سيناء نادي الخربه شمال سيناء مركز شباب العبور الاسكندريه نادي الحضره الاسكندريه نادي سيدي براني بمطروح حضور كبير جدا بالاضافه لباقي الانديه الاربعه او الثلاثه اللي ما حضروش وقدامكم على الشاشه الانديه برضه استاذ زغلول صيام عشان عندي خبر عاجل كمان جاءني على الهواء وعاطين الى النادي الاهلي واحنا مع القضيه كل الاخبار معانا هتكون من الاهلي والزمالك استاذ زغلول صيام وانت صاحب باع طويل النهارده لما نبص للتوصيات ومعانا فيديو التوصيات التي القاها السيد احمد ثابت نائب رئيس مجلس اداره جولدن جيت على الحاضرين بعد التداولات دامت لاكثر من 4 ساعات قبل بدايه المؤتمر شفت التوصيات ازاي وايه اللي تقوله لانقاذ الموقف لان دوري الدرجه الثالثه بعيدا عن ال 26 يا استاذ زغلول وبعد التوصيات اوريك على الشاشه مخطط لما يريده اتحاد الكوره وبديله مخطط الانقاذ اللي احنا قناه الشمس بنقدمه بعد المؤتمر اتفضل يعني انا بقول يمكن كنت حاضر وكنت موجود واتكلمت في حته ان الاصل في ممارسه كره القدم هو توسيع قاعده الممارسه توسيع من اسفل زياده عدد الممارسين مش معقول مصر بهذا العدد انا باصص لها بمنظور تاني يا صاحب النصر وشايفها الناس في حاجات بتحصل كده تكات صغيره الناس مش واخده بالها منها احنا في غزو يعني مش غزو في 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 تدفق من لاعبي شمال افريقيا لمصر المغرب والجزائر وتونس لاعبتها المحترفين زياده احنا دوله لما جمعت الثلاث دول مع احترام انك كبير وكلهم دول شقيقه لقيت ان الثلاثه عدد سكانهم ما يجيش عد عدد سكان جمهوريه مصر العربيه فلما اجي الاقي كم هذا الكم فاحنا لابد ان احنا لا نبقى مهتمين بالقاعده القاعده مش هتنطلق الا من القسم الرابع والقسم الثالث والقسم الثاني والقسم الاول لما تيجي تقصر مسابقه على القسم الثالث على 9 انديه جدول يبقى فيه 9 انديه يبقى يلعب بتاع وينتهي في شهر مارس يبقى احنا كده انت بتلعب ضد اللعبه لابد ان يكون في رؤيه فنيه يعني قلت قبل كده ان احنا اتحاد الكره هيخلص 10 ديسمبر وقلت ان لازم يتركوا حسنه يتركوا يعملوا حسنه قبل ما يمشوا لان فعلا احنا محتاجين نزود اعداد، الاعداد في القسم الثالث وتزداد المجموعات ويزداد عدد المباريات، مش معقول واحد نادي صارف وجايب لعيبه وبيصرف على فريق يخلص في شهر مارس ويوقف على كده، ما هو القسم الثالث والقسم الثاني والافرازات النجوم انت لسه بتتكلم عن كفر البطيخ وقلت الكابتن عصام نادي الكابتن عصام برافو عليك الكابتن عصام الحضري طلع من كفر البطيخ